يعني نبدأ بالمستجدات تمام. لأنها كتيرة جدا ويعني مباراة الأهلي يعني نبدأ خلينا نتكلم على الأهلي بشكل عام. مع في الفترة اللي فاتت حضرتك من الناحية الفنية حضرتك لعيب كبير وتتكلم فني فيها، وشايف مباراة بكرة مع الحرس إزاي؟ بص، هو النادي الأهلي أنا أعتقد أنه هو يعني مرحلة التوقف دي أثرت عليه بشكل طبعا كبير. مستوى كان أعلى من كده قبل التوقف، كان في ثبات، كان مفيش الاصابات اللي حصلت كمان بعد صحيح. موضوع التوقف ده نتيجه طبعا انت لعيب ومدرب كبير وعارف التوقف أصلاً. وبعدين ترجع وضغط مباريات، ولسه اعتقد انها تظهر الـ يعني لا قدر الله بعض الاصابات برضو نتيجه اللي انت بتلعب كل يومين ماتش بالظبط وجاي من راحه وما عملتش فتره الاعداد المناسبه، حتى وان كان اللعيبه بتتمرن في البيت حاجه لوحدها، انما طبعا ما بيغنيش على الملعب طبعا يعني صحيح. مش حد مفيش لعيب لوحده يقدر يقرص على نفسه زي المدرب ما بيقرص عليه طبعا في الملعب صح. فالتاثير ده اثر طبعا على النادي الاهلي، وشايفين احنا عنده مشكله كبيره في تغيير التشكيل ما بين مباراه لمباراه اضطراري نتيجه للاصابات صحيح. او الايقافات طبعا. الفتره اللي جايه انا اتمنى خلال الفتره اللي جايه قبل مباراه افريقيا ان يحصل ثبات شويه في التشكيل، وثبات اكتر في الطريقه اللي المفروض انه المدرب هيلعب فيها. ومش هنقول ان في حاجه دلوقتي، انت عارف الكوره ما فيهاش اسرار دلوقتي، كل حاجه باينه وكل حاجه معروفه، ويعني الامور غير زمان خالص، غير زمان خالص ما كانش حد بيعرف الثاني بيعمل ايه صحيح. انما دلوقتي الحاجه بتتعرف في التو واللحظه زي ما بيقولوا صحيح. فلازم يركز على الشكل الاساسي، ثبت التشكيل، تثبيت تشكيل ده هيدي تجانس اكتر للفريق، الطريقه كمان عشان اللعيبه تبقى زي ما انت عارف مهمه قوي ان في بعض الفترات في الملعب اللعيبه تكون حافظه صحيح حاجات معينه. انت ساعات انت بتبص على عمياني زي ما احنا بنقول بالكوره، خلاص انت مش شايف خلاص يبقى عالي هنا هنا طلع مش عارف انا اوتوماتيك بستنى يعني مزبوط. لازم يبقى في تجانس، وخصوصا في الجبهات المختلفه سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لان الاهلي طبعا يعني مصدر قوته هو الاطراف بتاعته صحيح. فلازم يبقى فيه ثبات.